وهذه هي الروينة من بعد. وأكيد بارك الله على الروينة وخلاص. عاد عادة عاد عادة على الروينة، عاد عادة عاد عادة. أيوة على الروينة، أيوة ألوي أعزن أرتف أسجي شم مريقتك تصور على نفسها على نفسها على نفسها. هيا على الروينة والعزينة أشتف احتصر فيها وسط المكلة أرتف أعزن أيوة أيوة أعزن أشتف أعزن. هذا الروائي هذا سوى تسحنا وغنينا وكنا وشربنا وكيل في آخر الروائي. أيوة يلا إيه دقق أيوة أيوة قولي قولي قولي. من صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ باش كيت عليكم؟ باش كيت عليكم؟ راني ما نعست الليل كله وانا سهرانه سهرانه كنقاس الليالي. خلبوسه خلبوسه قولي وخالاتي بلاتي يليك بليات ويا سعيراتي نطبوب انا نولي بوبات انا معاكم نحيح عليكم الفيديو. يمكن لي بغيت تسبوني حتى انا بغيت نسبكم. يلا فاق يلا فاق باش ندوش ليه فطرت انا فاق قبل ما فطرت اليوم فقت اليوم البنات طلعت 11 ونص الحق البارح مع با ما جيبش ليا هذيك ودابا ما صح انا نتسنى فيك فقت معاك عندي بنت اختي حيت اختي خدامه ماشي حاجبه بنت اخرى خدامه ولادها كتشدهم ليها ما كتشدهم ليها ما عندي هنايا في الدار جابتهم قلت لكم يلا فقت 11 ونص هذا فقت حيت الليل كله ما نعس بالكتاب ديالي ناري طاح عليا نقول لكم كيفاش طاح عليا ردوا البال لا طاح عليا الكتاب ديالي ما عطاش طاح لي ولا اش وقع كنردعو انا جالسه وبحال سهيت كنردعو انا جالسه وسهيت نزلت بحال هكا فين واش عقبو فين واش هاو هذا وسهيت غزك ولا واش وهذا وقلي وجعني مش دابا بديتي تقلبي هادك هلا جاي ما قدرتش نتقلب عليها قلت لكم بقي شاده كيكا فهاد الليل ما فيها والو هادي قلت لكم بحال كنت ديك تاع المشوش طيح ما طيح ورا ما طيحش المره ماشي طاح هو راه ما طايح ما تسمع ما دخل عليا عندي طايح قالت لها ما طايح عندك ما شفت نهزلي كلا ما كاين الا هزاو لك ويلي عطيت لي نهزلك وتبدا في الرقبه مشو. المهم البنات انايا كما كتشوفوا الهويده ديالي جات كدهن ليا كتفي ماشي طاح ليا البنات غير لو ميسكل كما قلت لكم بقيت كنردعو بعض المره كنبقى نردع فيه وكنسها كنميل لواحد الجهه ردوا البال تبقاو فاش كتردعوا وليداتكم ديروا ظهركم ضغوه نيشان يبقى يكون ظهركم نيشان وما تميلوا على حتى جهه تشد ليا شدات ليا الميسكل ديال الكتف ديالي ما بقيتش قدرت نحركو يديا ما قدرتش نحركها والليل كله ما نعس شد ليا كله هكاك بحال هكا كان كيطرى ليا في الاول ديال فاش كنت يلاه بديت اليوتيوب كنت كنشد التليفون البيسي كان كيضرني داك الميوسكل ديال داري كانوا بجوج كيضروني حتى تبعت مع الطبيب والدويات وداك الشيء عاد برا ليا دابا هذا بسدتو لي المويو ديالي الحمد لله دارت ليا شويه ديال الكاثوليا شويه والحمد لله زعما مابقاش عندي فيه مشكل برا غير اسميتو تقاس ليا شويه لي ميوسكل وصافي يعني كما كتشوفوا ردعتو نعستو واحد شويه عاوتاني ما عاد ما عطيت هنا ما عقلتش واش باقي نعس لما نعس راه حاطه فوق الناموسيه وغير ملصق فيا البنات ما عرفتش الجواق هذا فيه التجاويق ماشي بحال ايا ديت كان كينعس مسكين كينعس ما فيهش صداع تنفيق يرضى هذا جعواق هذا فيه صداع هذا بخبيزتو هذا نايض قلت لكم هنا جيت نبدل ليه غير الفرش ديال الناموسيه ملي 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 قاديتو ليه قبل ما نولد ما عمرني بدلتو ليه دابا خاصني نبدلو ليه شويه نبدل ليه الفراش نقاد ليه بلاصتو ونحيد شي حوايج المهم راه الدار باقا مرونه ولكن كنحيد بشويه بشويه ما خلانيش هاد الناس ما عرفتش عباد الله كلهم هكا ولا غير انايا ما كيخلينيش هاد الناس كل ساعه بغا يرضع كل ساعه بغا تحركي كل ساعه نايض خصك ترضيه بلاصتو ما تفهمي والو
في الاول حيت يلاه ولدتو كان ناعس كنبغي غير نوض باش نرضعو ما كيبغيش ينوض. دابا ولا فيه صداع البنات، صداع صداع، كل كينعس نص ساعه وكينوض، الا كثر كينعس ساعه، الا كثر ساعه وكينوض قال لك رضعيني، خاصك ترضعي عاوتاني نعس عاوتاني نص ساعه ما كنلحق ندير والو. وانايا دابا انا شحال هاد 9 شهور هادي ما درت، ما جمعت الدار، ما درت الميناج، ما درت الشقه، ما تحركتش، فهمتوا؟ وليت ثقيله، ما عرفتش تفهمونيش كنقول لكم ولا لا، وليت ثقيله بحال شي رصاصه. شوفوا لي غير هاد الناموسيه ديال ولدي دابا باش نبدل ليها الفرش، شوفوا شحال ديال الوقت راه خد فيها. هاد الشيء راه مزربه لكم الكاميرا، هاد الشيء اتونسيون مزربه لكم، غتشوفوا شحال ديال الوقت راني خد فيها. وليت يا البنات، وليت يا البنات، وليت يا البنات، دابا كندير لكم مونتاج ديال الفيديو ولا 12 ديالي اللي كندير لكم مونتاج. وحق الله باقي ما نعست، وانا عسى انا باقي ما نعست. ما كتشرب اتاي مع 12 ديال الليل، قلت لكم كنشوف شحال ديال الوقت ناخذ باش ناخذ ديال الفراش. طولت، وليت ثقيله في الشقه ديالي صغيره بزاف بزاف، دابا خاصني شحال ديال الوقت. انا اصلا ثقيله في الشقه ديالي، ودابا كاع مع هذا الشيء قد قالت كاع، دابا شحال غيخصني ديال الوقت باش نولف، باش نولي نرجع عاديه كما زعما نرجع عادي ونولي نشقى عادي. والله ما عرفتش شحال ديال الوقت غيخصني، بزاف 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 بزاف. المهم جمع لي فراش ونجمع البيت ديالي شويه وردو بلاصتو. المهم انا ما ولفتوش نورمالمون، نعم ما المهم كما قلت لكم ما ولفتوش نورمالمون اليدين، ما كنهزوش بزاف، كنهزو غير غنردعو صافي. هادشي هو فاش كنهزو صافي، هادي هي الفرصه فاش كنهزو. تش هادي واحد البيجاما ديالي كاع مروبل على اللي ولد قال لك كنتسنى، كنقول انا بغيت غير نولد باش نديها فراسي ونقاد حالتي ونتزوق شويه ونلبس. جاني راسي واش يلا تكرفص ديال المعقول. والله العظيم كنت كنقول اه انت غير نولد ونتهنى صافي ونحطو غادي نشوف فراسي وحشي، ما جاني ربي يلا ولدتو يلا غادي نتكرفص ديال المعقول. البيجاما غتولي 12 ديال الليل ماشكا كيفاش ولات البيجاما كبر مني وكلشي كبر مني. المهم ما تدوش عليا شتو شي حاجه، ماشي تا ما تدوش عليا راه القضيه حنضره اختكم ما كتنعش بالليل مع هاد الذواق ديالي. هاد اليومات ما كنعش بالليل، كيفيقني ثلاث المرات اربع المرات في النهار، في الليل بعدا في الليل في الليل في الليل. بالنسبه بغيت نجاوب البنات على شي اسئله، كتسولني بزاف على شي اسئله، كتقولي كتقولي حياه سمعت بزاف على التعاليق بحال هكا، وراه داك هذوك الناس اللي داروا لها الماكله، داروا لها الماكله فابور، ديك الحلوه اللي جاتها راجتها فابور في اسبوع وفي 3 ايام. ابدا البنات، ابدا ابدا ابدا، غنقول لكم الصراحه ديك السيده اللي شكرت لكم في الفيديو بعد على الماكله راه ماشي فابور، راه غير نتوما كيتحب لكم فابور، ما يتحب لكم شي حاجه. حنا اللي شكرناها فابور في هذاك اليوتيوب اللي شكرناها كناخذوها فابور. نقول لكم السيده شنو دارت معايا، هنا نعستو نعس صافي، طلقت لي الموسيقى وخليتي نعس، انا جيت كنقاد الغداء. غنقول لكم بعدا راه ماشي اي كما كنت كنقول لكم، قلت لكم البنات راه ماشي اي حاجه كتشوفوها في القناه راه كتكون مخلصه، لا هادشي راه غلط وغلط كبير جدا. البنات بالنسبه للبنات اللي شافوا الماكله ديال السيده اللي طيبات ليا، اه طيبات ليا فابور ما نكذبوش على الله، طيبات ليا فابور ما تخلصتش في الطياب ديالها، ولكن التقديه وداكشي اللي قادت وداك التيراميسو والرفيسه وداكشي كلش شتو راه انا اللي خلصته بفلوسي، هي تقدت من عندها وجات عندي انا تقدت هي بفلوسها، وفاش عرفات شحال انا خلصت ليها كلشي. شنو اللي ما حسبتش هي ما حسبتش خدمه ديال يديها، باش نكونوا واضحين، باش ما يتحبش لكم اي حاجه شفتوها في ديك القناه تسحبوها خلاص ودار فابور. كنسمع الناس هذه فابور هذه فابور هذه فابور، الا البنات ما تكونوش غالطين فابور 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 فابور. لا السيده با ديال البروجي ديالها وقالت لي عاونيني، طيبات لي اه ما نكذبوش على الله طيبات لي، وانا حيدت لي شي حاجه فهمتوا، شي حاجه واحد شويه حيدت لي، سي نورمال هي راه خدامه وحتى انا راه خدامه، حتى انا راه القناه راه خدمه بالنسبه لي. نزيدو عاوتاني السيده اللي دارت لي الحلوه ديال 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 3 ايام، ديك الحلوه ديال 3 ايام ديال البيبي، هذيك كاينه شي حلوه دارتها ليا فابور، هي اللي بغات الحلوه دارتها ليا فابور، ولكن كاينه شي حاجه تقديتها من عندها بحال الحلوه ديال الصابلي، قلت لها عافاك اختي قادي لي واحد 3 كيلو ديال الحلوه ديال الصابلي غنخلصها لك، حيت بغيتها مع اتاي نحطها للناس، عاد دوك لي نونوخس هي اللي قادتهم ليا وخلصتهم ليها. لي ساشي فاش عطيت لي كادو انا اللي خلصتهم. نفس البنات غالطين، هو الناس راه كيبغوا اشهار، ولكن عاوتاني انا ما غاديش الناس اللي بادين ما غاديش نخرج لهم على جيوبهم نقول لهم لا خلصوا هي السيده راه باديه المشروع تاع نخرج على جيبها. عاوتاني شنو
عاوتاني السيده اللي صيفطات لي غاتو داك الحليوات دوك اللي كيكونوا لي غاتو كلاصي، هذوك السيده عيطت لي قالت لي حيت عافاك بغيت ندير لك واحد البلاطو ديال لي غاتو كلاصي. قلت لها اختي العين راس، قالت لي يلاه بادي المشروع ديالي كاينه في 44 الا الناس بغاو شي حاجه بحال هكا. قلت لها اه عين راس، وحتى الناس راه مشاو عندهم وعيطوا ليهم وعجبهم. يعني انا كنجرب، ما غاديش نقول لكم شي حاجه زوينه الا ما كانتش زوينه، فهمتوا؟ كي ما كانش زوينه راه كنسد فمي، ما نقول حتى شي حاجه، غنوريها لكم وندوز. ما نبغيش نخرج لشي واحد على الخدمه ديالو، انا ما بغيتش لي يخرج لي على الخدمه ديالو، ما بغيتش شي واحد يخرج لي على الخدمه ديالو. ما نقدرش نقول لكم هذه ما مزياناش، وهذه خايبه وهذه خايبه وهذه خايبه وهذه خايبه. اه ما نقولش لكم حتى شي حاجه، ولكن الا كانت زوينه، الا كانت زوينه راني كنشكر فيها ونعاود. الحاجه اللي سمعتوني كنشكر فيها ونعاود، عرفوها واش زوينه بدون نقاش. ولكن شي واحد اللي عطاني شي حاجه كيقول لي حياه عافاك ديال اشرب من دم شرعي ديالي، ما نقدرش نقول لكم. نقول لكم اه ما بيهاش بامال، كيما نقدرش نقول لكم هذه الحاجه لا علاقه وهذيك السيده راه ما مزياناش وهذه الحاجه خايبه عندها وهذه الحاجه ما تشروهاش من عندها. ما نقدرش البنات نقطع رزق شي واحد، الرزق ما نقدرش نقطع حتى شي رزق ديال شي واحد. شي حاجه اللي كانت زوينه نقول لكم البنات زوينه، خذوها على حسابي، غير خذوها على حسابي، مغمضين عينيكم. راه كيفهموني الناس اللي كنقول لهم حاجه راه زوينه خذوها مغمضين عينيكم، راه كيفهموني. نقول لكم خذوها البنات وعلى ضمانتي، بحال ديك الماكله الطياب ديال السيده اللي دارت الرفيسه والبسطيله واللحم وحتى داكشي، هذيك خذو من عندها على ضمانتي. الماكله عندها واعره 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 واعره، راه سنة شكرتها عندها في الفيديو، كون ما عجبتهاش ما تشكرها كاع سنة عندها في الفيديو الماكله ديالها، واخا لا علاقه سنة نقول طيبه لي انا لا علاقه سنة بها، سنة ذقت الماكله ديالها عجبتها. عاوتاني السيده اللي كدير لي غاتو كلاصي، الماكله ديالها واعره، لي غاتو كلاصي اللي صيفطت لي في 44 الكلاص ديالها عجبوني، الحلوه ديالها ديال لي كلاص عجبتني. وانسيستي عليكم شنو اللي عجبني بزاف، يعني كل واحد ذوق تقدر تعجبني ديك الحاجه وانت ما تعجبكش، وواحده اخرى تعجبها الحاجه ما تعجبنيش. انا الحاجه اللي عجبتني هي ديك قلت لكم ديال الكافي، وديك لاطاخت اللي فوقها الحلوه، هذوك عجبوني بزاف بزاف، هذوك هما اللي كليت فيهم. وديال الفخيز عجبوني بزاف، الاخرين ماشي الذوق ديالي، يقدروا يعجبوا شي واحد اخر وانا ما يعجبونيش، فهمتوا؟ اشنو اخر؟ السيده اللي درت لي الحلوه ديال هذوك ديال 3 ايام، ديك الحلوه المزوقه وداك الشيء ديال الدراري الصغار، هذيك الحلوه عندها زوينه، الديكور عندها واعر، زعما تقدروا تكوموندوا عندها. ما عندي با نقول حلوه عاديه، صابلي عادي، يعني الصابلي راه كلشي كيعرف يدير الصابلي اصلا. خديت من عندها انا الحلوه ديال دوا زاتاي، ديال هي اللي شريت من عندها، دوك اللي خديت لي موديل اللي خديت من عندها زويوني ما نكذبوش، واخا انا غير دقت فيهم حيت انا ما عنديش مع خصوصا هاد اليمات ما كانش عندي مع الحلاوي بزاف. يلاه بدات المعده ديالي، كناكل غير بشويه بشويه، كنقب شويه بشويه، كان ما نقدرش ناكل بزاف حيت المعده ديالي شحال هادي ماكلات، يعني الا عطيتها الماكله دغيا بزاف غادي تبروكه ونشيبات في السبيطار. ماشي من دغيا ما تمشوش غالطين وتقولوا راه الحياه راه كلشي كتشدوا في القناه فابور، راه اليوتيوبرات عايشين فابور. اه ما نكذبش عليكم، كاينين سيغتان يوتيوبرات عايشين فابور، كلشي عندهم فابور، ولكن كاين مسكين اللي كيخلص كلشي بفلوس. وانا خلصت ما نكذبش عليكم، البسطيله خلصتها، التيراميسو خلصته، شنو اخر؟ تريد خلصتو، شنو اخر اللي خلص؟ شنو درت عندها كاع؟ اللحم خلصتو، اللحم راه ذبحت الخروف وصيفطت ليها، راه قلت لكم اللي كتسمعوا في الفيديو، قلت لكم البنات راه ذبحت الخروف وصيفطت ليها. يعني هي البنات باش ما تفهموش، الحاجه اللي مخلصاها غنقولها لكم، والحاجه اللي جاتني فابور راه غنقولها لكم، فهمتوا؟ يعني باش الحاجه اللي ما مخلصها راه ما كنقولش على الثمن ديالها، الحاجه اللي مخلصها راه كنقول لكم الثمن ديالها. واصلا ما نقدرش نقول لكم، قلت لي حيت قلنا الثمن ما نقدرش نقول لكم قلت الثمن، انا دايره معايا بخي سبيسيال، فهمتوا؟ انا دايره معايا واحد الثمن ناقصه ليا في الثمن، حيت انا غندير لها الاشهار. يعني انت الا غادير لك، يعني ما نقدرش نقول لك انا شنو هو الثمن ديالي، الثمن ديالي انا بوحدو، الثمن كنتي اللي غادي دير لك راه غيكون بوحدو. انا مسكينه ما حاسبهش ليا الخدمه ديالي ديها، يعني الخدمه ديالي ديها محيدها كاع هي، ما رابحه معايا والو، فهمتوا؟ بحال تقول غير مسخره ليا، بحال درت لي طيبات لي وداكشي، وحسبات لي غير شحال تقامت عليها البسطيله، بشحال تقامت عليها الديسير وهادشي وصافي. فاهمين؟ هو نتمنى تكونوا فهمتوا. انا هي البنات كيما كتشوفوا راه جيت ندير الغدا دغيا دغيا، بحال داك النشاء ناعسه، مشي ينعس، درت هنا التقليه البنات، شهيت التقليه شحال هادي ما كليتها، ما نعاودش لكم. ودرت التقليه، راكم عارفين الطياب ديال التقليه راه ساهل ماهل، راه كديروا التقليه كتكون مسلوقه ديجا، كاين اللي كيسلقها نص سلقه وكيحطها في الكونجيلاتور، كاين اللي ما كيسلقهاش على حسب. انا ما عقلتش كاع انا واش الوالده ديالي سلقتها ولا ما سلقتهاش، راكم عارفين كتشحرها مع البصله والعطريه والثومه، كتبغي الثومه والبزار وداكشي،
ومن بعد كديروا لها مطيشه وكتسدي عليها الكوكوط كطيب كتجي خاطره وزوينه. راه غنوريها لكم من بعد كتجي زوينه شحال هادي ما كليتها عشقتها. درت معاها شويه تاع زيت العود شويه ديال الثومه شويه ديال القزبر. هنا القزبر الطريقه اللي قلت لكم كنديرها القزبر انايا كنقطع القزبر زدت عليها الزيتون البنات. القزبر كنقطعو وكنديرو في القرعه هكا ديال الزاج كنكب عليه زيت العود كنعمرو بزيت العود وكنحطو في الثلاجه كنبقى نهز منه كل مره وصافي. وهذه هي الطريقه ديالي كيبقى عندي ديما داك القزبر طري وكيبقى ديما مزيان كنحطو في الثلاجه وكيبقى ديما مزيان بدل ما ديرو ليه في الكونجيلاسيون ديرو ليه الطريقه راه غتعجبكم من الاحسن. ايوا صافي. وهاد التقليه ديالي واجد دابا نوريكم الشكل النهائي ديالها تشوفوه كيفاش طلع. ايوا نتمنى تعجبكم. دابا قولي كيفاش غادي ديري الشقه مع هاد الزعوق الزعوق اللي عندي انا. لا ما يمكنش انا ما يمكنش راه هو ينعس يلا تنعسيه وتنوضي اختكم مسكينه ثقيله تقل مع ولفت الجلسه ولات ثقيله بحال الحجر. يلا نوض نبغي ندير شي حاجه يلا رديت الغداء يلا غسلت الماعن يلا نوض نبغي نقاد شي حاجه قلت يلا بديت نجمع في الفراش غنتني الحوايج. يا هو يفيق ليا الزعوق عاوتاني وفاق. فين بغيتي الزعوق فين بغيتي كدوشت ليك ياك رضعتك فين نايض اش بغيتي دابا اش بغيتي اش بغيتي كيفاش غادي ديري تشقي مع هذا ولا تسيقي الدار ولا تجمعيها امبوسيبل امبوسيبل معاه لا تسيقي ولا تجمعي ديري شي حاجه الزعوقه نضت الزعوقه اش بغيتي هو راه ما كيبكيش كاع اصلا هو راه كينوض كيبقى يقول لك ديك اش بغيتي دعاء بغيتي زازا بغيتي الدعاء بغيتي حليب وين 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 على الضحكات ويني ويني على الضحكات ويني 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 سادسي اسو هادسي سكني زوين سكني صغيور سكون سكني صغيور. اياد دابا غتشوفوا اليان غتلقاو فوتوكوبي ديال اياد. اياد صافي اياد توحمت على اياد صافي اياد صغيور صافي المهم مزيانه اياد صغيور اللهم اياد صغيور سكني حوالت هي سكون ويلي دار لكم هكا تعرفوا الدراري صغار فاش كيكونوا صغار كيديروا ودي 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 على الحب ودي ودي اسكين 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 ويعلم الله اسكين 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 ويعلم الله وها انتم يا المشاهدين ديالي ها انتم هذيك التقليه البنات طيبتها شكون اللي كيحماق عليها خصوصا الناس اللي كاين برا هما اللي كي كما كياكلوش التقليه بزاف هي التقليه شفتوها المريقه ديالي خاطره فيها الزيتون وطابت مزيان اخترت باغا نحطها ونتغداو بها وبالصحه والراحه. شفتوها كتعجبني ها وفاق كتعجبني انا التقليه بزاف كتعجبني خصوصا اللي كانت طيبه مزيان وعلى حقها وطريقها.